أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والمحبة، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشهد الرياضي. دائما ما يكون برنامج المشهد الرياضي متواجدين ضيف داخل الاستوديو من خلال نسلط الضوء على أمور كثيرة. اليوم حلقة المشهد الرياضي مختلفة، كثير يطالب أنه يكون برنامج المشهد الرياضي ليس مختص فقط في كرة القدم، وأكيد إحنا هذا ما نسعى إليه، لكن دائما ما نختار المحاور المهمة، المحاور اللي نصل بالصوت من خلالها إلى المعنيين. اليوم حلقة المشهد الرياضي مختلفة تماما، من خلال ملفات الفساد اللي راح نطرحها، من خلال أمور وقضايا ربما خطرة على السلع العراقية. بصراحة مشاهدينا الكرام راح نتحدث بأمور ما كنا أنه نتمنى توصل لهاي المرحلة، لكن قناة الديار وبرنامج المشهد الرياضي دائما يصل بالحقائق، وبصراحة ما نطلع بضيف إذا أو ملفات فساد إذا ما عندنا أدلة. احنا دائما يخابرون كثير من الاشخاص كرة قدم غيرها انه اكو ملفات تزوير، اكو ملفات اموال، لكن ماكو دليل، فقط كلام. هذا احنا ما نعمل به بصراحة ولا نبتز الاخرين، لكن من اكو ملفات فساد واكو اوراق ثبوتية واكو قضاء ونزاهة، اكيد هذا احنا اليوم نوضحه للجمهور. لكن قبل البدء نرحب بالكابتن علي حسن. حياك الله كابتن، وشرفتنا اليوم تواجدك بقناة الديار الفضائية وبرنامج المشهد الرياضي. بدأ شكرا سيد نبيل لك والقناة الديار، هذه القناة الرائعة اللي من خلال المشهد الرياضي تنقل صوت ومظلومية كل الرياضيين. فحقيقة اعتبرنا انه هو مو ان القانون يقول هي السلطة الرابعة لكشف المخالفات والفساد اذا ما كانت اكو هناك من حاسب على الخروقات المالية والإدارية. بدءاً أستاذ نبيل أنا أهنئ وأبارك المنتخب العراقي كرة السلة للفوز الغالي على المنتخب الإيراني، وإحنا تعرف هاي تصفيات أولية وبعدها تصفيات، ولكن خسارتهم البارحة مع كازاخستان كانت أخطاء تدريبية بصراحة، لأن لاعبينا كانوا أبطال وشعان وما قدموه كان مشرف لكرة السلة العراقية. وهو احنا من خلال منبرك انه مطالب وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والاتحاد العراقي ان يقدم للاعبين الابطال افضل من هذا المعسكر، لانه الحقيقة ما قدموه هو فالصورة حسنة ورفع اسم العراق بالمحفل الاسيوي للتأهيل الى كأس العالم، ولأول مرة بحياتنا نفوز على إيران بصراحة، وهذا كان إنجاز بحد ذاته. قالوا هناك إن شاء الله إحنا نشد ونبارك على منتخبنا، وهذا الفوز هو فوز لكل العراقيين ولكل من وقف مع خلف هذا الفريق الرائع واللاعبين الأبطال. وإحنا بصراحة أكثر من اجتماع كنا نأكد ونقول إنه ذول اللاعبين لازم ندعمهم، لازم نوفر لهم كل الأجواء اللي تأهلهم أسوة بجوار بدو لاعبين الجوار. تشوف اكثر لاعبين الجوار الان الاردن ولبنان وحتى ايران، والفرق عندها لاعبين محترفين، فلذلك استفادوا من هاي الخامات والخبرات او اللاعبين. لذلك من يجي في بطوله مثل هذه البطوله هو راح يكون فد انجاز لبلده. احنا اكيد انه اليوم عندنا قضيه، نعم، وهاي القضية خطرة. كيف صار اتصال بيناتنا؟ ربما اكو وثائق، اكو ملفات فساد، اليوم كابتن علي رسن متواجد حتى يكشفها. نعم. شنو هاي الملفات؟ والله شنو مظلومية كابتن علي رسن؟ نعم سعد، حقيقة هي المظلومية مو لشخصي، المظلومية لأهل السلة. تشوف أهل السلة وتابعت وشفت كل مدربينا المحليين ركنوا وتهمشوا، امثال عامر طالب، حمزه عبيد، فكرت، محمد النجار، وحتى ثامر مصطفى كان مركون، ولكن بضغطنا وبضغط المعارضه وبمنشوراتنا وبلقاءاتنا بالتلفزيون وصيحاتهم لا سموه اخذ فرصته، فسموه ثامر مساعد. هو هاي جيد، يعني انت اهم شيء هدفك هو اصلاح، كان انه المدرب والمساعد
كان من برا ما يعرف عن اللاعبين وما يعرف عن الدوري الممتاز. فأنت شوف كل الدوريات اللي تنطلق يفضلونه اللي حصل المركز الأول أو الثاني أو تسمية من داخل المدربين اللي قريبين على اللاعبين. لكن الوحيد اتحادنا ما أدري عنده عقدة من مدربيننا المحليين، مع العلم هم كفاءات وهم اللي وصلوا دول اللاعبين خلال هاي المواسم، والفضل للأندية والمدربين اللي هم شغلوهم. هذا مدرب منتخبنا الوطني مدرب تركي. مدرب تركي. زين. بس بصراحة عندنا معلومة إنه لحد هاي اللحظة ما يعرفون إيش قد العقد مالته. إيه طبعًا هم. شو السبب؟ هو أكو بعد أوضح لك أكثر الساد، خلال أكثر من اجتماع طرحنا إنه ما قبل يجي إلا بضغط. إجا فترة شاف له أعتقد مرحلة ومرحلتين مباراة ومباراتين من أحد الأدوار وراح، ما يقبل أصلًا لو شوف بالتصفيات الأولى. اصلا ما حضر اللاعبين، دزوهم الى تركيا واخذهم راح ويليام جينز بالصين ورجع من هناك الغرب اسيا اللي عفوا تصفيات اسيا بلبنان، ما قبل اصلا يحضر. وهاي قلنا مخالفه وحكيناها بالتلفزيون وحكيناها بالاعلام، السيد الوزير يركض ويقاتل ويصير من اجل رفع الحظر والجماعه يتفقون مع مدرب ما يجي. طيب شو الفرق راح تجيك؟ والدليل قالوا احنا مستعدين وراح يجونا وكل شيء جاهز، وهاي بعدين طلعوا برا وانه القاعة وأنه السيد الوزير مطي 100 مليون والأولمبية مصرفتهن. ما أعتقد، بالعكس الأولمبية متعاونة تعاون كبير مع اتحاد السلة. وشي الوحيد السلة متعاونة اتحاد السلة مع الأولمبية؟ طبعا بقى أحكي لك الساد، هم برروا أنه فلوسنا بالأولمبية ما طوناها، بالعكس الأولمبية تدعم اتحاد السلة، والاتحاد الوحيد أصلا ماشي أموره بالسرعة الممكنة من قبل الكابتن رعد أو الأمين العام الساد حيدر أو الساد الأمين مالي أو كل أعضاء المكتب التنفيذي صراحة، لان هم قال لهم شنو تردون احنا حاضرين، فعلقوا هاي الشماعه. هم ما هيئوا ما جهزوا، لذلك اختارينا قاعتنا بعمان. فان شاء الله نطمح انه تكون قاعتنا ملعب الشعب ويكون ملعبنا انه هو ملعبنا بقاعه الشعب. بصراحه دخلت مع العميدي بالانتخابات ثم تغير الوضع. استاذ هي تعرف انت اي قائمه انتخابيه تدخل بيها وهذا حق مشروع. فأنا كنت ما أريد أمدح لك، وحتى الناس اللي تعيب علي أنه أنا كنت الساعد الأيمن لحسين العميدي وهذا صحيح، لكن أنهم من يخطخوا ما ظل ساكت. أني لازم أصحح صح خطأ. أخطاء كثيرة أستاذ، فنية إدارية مالية وحتى في التزوير. هو طلع احترف بالتلفزيون بالمسار بالهدف اللي يقدمه الأخ المالكي، احترف بهن كلهن مثل ما انا صرحت بهن باحد الفضائيات اللي هي مشكوره قناه دجله. هو ايضا صرح بالمسار كلهن قرهن، ماكو شيء. قال لي صح احنا كنا نزور لاعبيننا وكذا، هو تاكيد وعنده كتب ما يزور. قال الكره صح، خالد نجم هو وكيل عن هاجو بيجي بيبيع كرات، وامين سر تحت مركز يبيع كرات. انا فاتني انه اجيب فتشي وبعدين ان شاء الله بالقناه الاخرى راح افاجئك باللقاء الثاني افاجئك به، انه هنالك بعد اسرار خفيه ان شاء الله راح بعد ليش هذا. ليش ما جبتها؟ بصراحه انا كان البارحه عندي شويه شغل مستعجل، ومن جيت من وصلت لبغداد تذكرتها. زين. كنت اريد اجيبها بودي واراويها. احنا شاهدنا صور انه انت قاعد ويا حسين العميدي بالمؤتمر مال 3 في 3 بالسماوه. احسنت والله صحيح. اولا انا عضو اتحاد مركزي مسؤول منطقه جنوبيه. انت بنفس الوقت انتقدت هذه البطوله. نعم. أنا دا أقول لك أنا من حضرت رحت ما حد يبلغني، أنا مسؤول منطقة جنوبية. حسين العميدي يتصل بأنديتي بالمحافظة، بأنديتي من محافظتي يبلغهم يقول لكم بطولة 3 في 3 روحوا لها، ويبلغ المنطقة وما يبلغني أنا مسؤول منطقة. ليش؟ والله تتعارضني بالرأي، وإذا عرضك أخي عرضك أنا دا أصحح لك. أنت شايف بطولة 3 وبالمؤتمر ويشهدون هو يدري هاي اللي الصورة اللي قاعدون يمه، أنا قاعدين مؤتمر عادي. فوجهت له عدة أسئلة على المخالفة ومال 3 في 3. المخالفة الأولى أنه أستاذ نبيل تعرف أي موسم يبدي باستئذانه بافتتاحه أي بطولة تجي بعده هي للموسم 18. فبدأنا موسمنا للممتاز للدوري الممتاز وافتتحناه بكرة موسم 2017-18 وأمام المل وحضرتها كل الناس. فإذا أي موسم يصير بعده هو إله. لكن الأخ تفاجئ من سألته أمام الناس المؤتمرين ومن الناس اللي مبلغهم سريا وإجوا ووفر لهم أكل ومنام ونقل مجانا. طيب هاي فوسوا بالأكل مجانا، أعطيه لاعبين المنتخب الوطني اللي يتعبون جهودهم، أسوي لهم فد معسكر راقي. وإحنا وياك فئات العمرية الشباب الناشئين اللي راحوا خسروا بغرب آسيا، خسروا مع كل الفرق،
ما طهم معسكر نومهم مع كل احترامي واعتزازي قاعة الشباب وبارك الله بهم وزارة الشباب لأنهم متعاونين ودعموه. نومهم هنا المدرب الصربي شرد ما كذب لا مرتضى ولا هاي، خلوا شرد شاف الأجواء مو لائمة له وذاك الكفاءة انغر شاف شيء غير شكل، لا طو معسكرات لا وفروا له الأجواء اللي يريدها، لا شاف دوري ناشئين أو شباب حتى يسحب هيئوهم ورا ما خسروا اجى الساد. شوف المخالفة، سووا دوري ناشئين، طيب شو يسوي بي بعد؟ شنو الفائده منه؟ انت بتسوي دوري مو تزوير. هسه احنا السنه ماكو تزوير احكي لك اياها صراحه. هاي السنه. لكن انا اكون وياك صريح استاذ دبي. انت بنسوي دوري ممتاز هسه. ويجي المدربين يحضروا، شنو الغايه منه؟ حتى يستقطبوا اللاعبين. للمنتخب. احسنت. انت ما مسوي دوري ناشئين ولا مسوي دوري شباب، سحبت لاعبين. اوكي؟ وديتهم غرب اسيا، خسروهم كلهم واجوا. وراها تعال سوي دوري، فالمدرب الصربي قال لعمي انا مرتي مريضه وكذا خله ورجع لان ما راد يضحي بسمعته، مدرب راقي زين. لا طوهم وحده معسكرات، معسكرات ما طوهم، اي معسكر برا ما طوه، واللعبات هنا ما طوه. فطبعا هاي حتى المدرب الرجل الدكتور يسار مشكور بدياله تعب جدا ويا هاي الفئه العمريه، لكن ايضا حرقوه. فهذا الاستاذ اللي نقول له ونصحح له مثل ما كان الخط الاول من جابه قصي في بدايته من قطر وحكينا يا بفرغتوه من الناديه، قال فرغناه وكل شيء كامل، بعدين نروح للاردن يصعدوا على المدرجات واتل يقود الفريق المساعد. البطوله الثانيه اللي هي مال الصداقه اللي صارت بايران 2016 مال التحدي نفس الحاله، اكدنا يا استاذ احنا همنا تصحيح، قال لا اتفقنا وكل شيء انتهى وراح يجوا كذا. الثالث يسوي معسكر بدهوك الطمه الكبرى لا تليق بلاعبين هذول، يعوفهم ويرجع القطر ويقعدهم ولد مساعد مدرب فيد هوك وتارك التدريب هسه خطاب الله يذكره بالخير وبارك فيه، ودور بعدين ود حارث مبشر يقودهم كم وحده، وبعدين احد اللاعبين يقودهم كم وحده، وتشوف كتبت عليهم الصحف وكتبوا الناس الولد المشكور حسين الساعدي فتوى الشاب متبرع دي حص انت المفروض تستفاد منه دي شخص لك الاخطاء، قال التاكسيات مال علاوي ود هوك قامت تروح تدري ما يدري الاتحاد من اللاعب اللي بقى هناك من اللي اجى من رجع، شخصها لك المفروض تبحث وراها. قال اه يكرهنا يشهرنا، بالعكس يا اخي انت تستفاد منه، شوف حقيقته تزعلي بالعكس يمنعوه لا تدخل باجات الا تعطيني 25000 يلا تدخل تصور لي، ده صور انا بحسابي والك، هذا المفروض اكرمه هيئه استفاد منه صحيح لي اخطائي. وكذلك باكر استاذ نبيل يشوفون هي شيء يشتغل الصح حاربوه. احنا حتى وان يحاربونا احنا عندنا رساله نوصلها. احسنت بس هو رسالتنا نوصلها للجمهور وللناس، هو يريد من يمدحه، هو يحب الاعلام احكي لك صراحه، يحب الاعلام احنا هم نحب الكل، بس احنا عندنا سياق انه اليوم العمل الخطأ ننتقده، هذا الصح، العمل الصح نشيله ونصفه، هو هذا صحيح. لكن عندي معلومه انه يقولون العميد اتهم ابنك مزور. احسنت بس خل اكمل لك مال المؤتمر 3-3، فمن قال لي لا هاي مال الموسم المنصرم، قلت له هاي مخالفه حتى الوسط الرياضي والانديه كلها تعرفها. قال شنو نوع المخالفه؟ قلت له احنا بدانا بدور ممتاز لازم هاي البطوله تصير بعده. اوكي؟ قلت له زين انت النادي هسه جايين كم نادي يلعبون سله؟ لاعبيهم توزعوا على 6-7 انديه ويوم واحد. قال لي ايه؟ قلت له هذا يجوز يحق له؟ قال لي ايه يجوز. قلت له اذا هاي مخالفه ثانيه، ما يجوز اللاعب في موسم واحد يلعب بناديين. بالتاكيد. وهذول لعبتهم كلهم كلنا اكثر من نادي، هاي ايضا مخالفه وامام المؤتمرين حاجته ويسمع صوتي وكلهم قاعدين. قلت له هاي المخالفات انا اعرفها شنو غايتها. قال شنو؟ قلت له غايتها انتخابيه، انت الان سويت لك 92 تجمع السماوه 32 نادي، هي بطوله نشئين وشباب استاذ ما يشترك بها ناديين، 32 نادي يشتركون ب3-3، بالحله 20 نادي، بدياله 16 نادي، ببغداد 8، بسليمانية 16 نادي في يوم واحد. وفر جمع هاي الساد وفر لهم اكل ومنام يعني يجي اتصال على مذكره طبعا ومنام. وبعدين انت شوف المفارقه الاخرى الكبرى استاذ نبيل، نادي يعني الكرخ يبيع صوت على مدلومه على مد نادي الكرخ على مد سكن نادي الكرخ او الشرطه او النفط او الكهرباء او الميناء او نفط الجنوب او كل انديتنا الممتازه على راسي خف ما ذكرت اي نادي، تضامن الحله كل انديتنا الممتازه الناصريه كلهم خلال سنه ايش قد يدفع وايش قد يدرب ولاعبين ومدرب ومصاريف وكذا، بها انديه صارفه مليار، وهذا يجي يوم واحد يدخل هيئه عامه ويا سوى
فأنا من خلال منبرك هذا الحر أناشد اللجنة الأوروبية أن توقف ولا تحترف بهذه الهيئات العامة. أنا بالعكس، أنا 15 نادي دخلوا لي بمحافظتي، لكن مخالفة يا أصداد. والجنوبية دخلوا لي 32 وثقلهم إلي، خافوا يشتغلوا وياهم من جانب ومن جوا لجوا، أعرف به هذا الطاكرات، هذا الملابس، هذا أكل، هذا الطانقل، كلنا أعرفهم وكلهم إلي. عندنا مثل بالجنوب يقول إذا هملت، إذا انضرب الخشم تهمل العين. عندنا قرارات إنه لازم يدعموني بمنطقتهم وبمحافظتهم، بس مو صح على حساب ناس كفاءات راح نركنها ونطب الأهل العامة. هذا تدمير للسلة. اجيت على سؤالك اللي أنا أشكرك، يعني إنه الخلاف على تزوير ابني. أي إنه ابنك. أنا عندي أدلة، عندي أدلة. شنو هي الأدلة؟ ابني انسحب منتخب مدرسي لكرة السلة مهلي 99 اللي راحوا بطلوا جابوا أول، والأستاذ نجم عبود مشهود مدير الرياضة المدرسية، وأبو عبد الله موجود مسؤول النشاط الرياضي، والمدربين موجودين اللي هم عقيل نجم وعباس نعيم من السماوة. ابني انسحب، وأحسن مو أرد أقول لك أحسن بريكر، هم محتاجين بريكر الوحيد بهالمواليد هاي، فانصاب. قالهم أنا أرد، ظلوا يضغطون عليه. آخر شيء خابرني أستاذ نجم، قال لي تعال خلصني من ابنك هذا، يقول أشرد أذب روحي من الفندق إذا ما تجون تأخذوني. فعم إحنا محتاجين صح، بس هاك أخذه، خدت ابني. هو اعتذر بعد صارت بطولة الناشئين، دعوا هذا الفريق نفسه ودعوا وياهم أسبوع أسبوعين واعتذر ابني. شنو السبب؟ هو يعتذر لأنه عنده إصابة فاعتذر. فمن اعتذر هو رئيس الاتحاد والمدربين شخصيا ضغطوا عليه، مكن تجيبه، إحنا محتاجين نريده، حاجيته. قال والله بابا ما أقدر. وبعدين هم دخلوا معسكر وأنا رجلي طاقة وخلي عالج، هم أخذوا عالجوه بالمستشفى. صارت دعوة الشباب نفس الحالة، اعتذر. فإذا هو مزور هو ده يعتذر، ما راح أصلا مشارك برا. اثنين، هو شخصيا حسين العميدي ومهند سووا كتاب سري للبطاقة التموينية ببغداد وخذوا جناسي، وأنا ما أدري طبعا وما عندي بيها مشكلة، للبطاقة التموينية على المواليد. فاجا مواليد ابني مضبوطه بتحدى يطلعها، مواليده 99. يعني هو حسين عميدي من زور لابنك؟ لا لا ما مزور ابني، بس سوى كتاب سري. مو طلعنا اول بالشباب على العراق؟ نعم استاذ. مو هو المشكله، خلي يسمعوني الرياضيين. لا كابتن بس ارجع لي على هاي، حسين العميدي واستاذ مهند سووا كتاب سري للبطاقه التموينيه. نعم. يتاكدون هل ابنه ده 99 ولا لا. والبطاقه التموينيه الاسماء بها قديمه بالتأكيد. فما تقبل غلط. فاجى جواب مطابق، مواليده حقيقيه وصحيحه. ما بها شيء. هو من شاف قمت اطلع بالفساد والاختلاس مالته يريد يدافع. فشلون يريد يدافع ويوهم العالم؟ ده يوهمهم، ساعه يقول ابنه، ساعه يقول ها هو لانه ما ودينا سفره. شو سفره؟ انا يوميا بالشهر اسافر مرتين ثلاثه زين. فذني انا ما محتاج ان هو يعرف بيه، انا ما محتاج. انا بدي اطلع لك شغلات قويه وفساد. اغلب اشخاص كانوا اليوم مع علي رسل لكن تخلوا معك، يعني تركوا علي رسل راحوا ويا العميد. شو السبب؟ هو بصراحه ما راحوا. لو تسالهم، وانا متاكد عن جماعه مدربين وحكام وهم هم ضميرهم يأنبهم، ثلاث اعضاء بالاتحاد الان موجودين نفسهم وياي وصوتهم وياي، بس ما يقدرون يحجون. تقول لي يقول لك والله انا مستحى وعيب منه، وعدهم ادله وانا مثبتهم. واذا اقول لك مفاجاه، والله يا اخي اجتمعنا في فندق بغداد انا واستاذ كاو فيصل، هاي اول مره اقول لك بها، وعلي طالب وعباس خضير كانوا ويانا، وكان امير بسماوة ايضا صوته انه. فرحنا مو الاجتماع لغرض تصحيح، واتفقنا على شغلات تصحيحيه، منها تسميه المدرب كانت خاطئه، ولجنة المدربين اللي سمت هي بوقتها قصي حاتم وأتلة، وسمت حارث على الشباب وشيرزاد وفارس، قلنا دول ما عندهم فرق شباب وناشئين. فاتفقنا كل هاي أخطاء. أخطاء الثانية الجانب المالي، ووجهها لواحد من إخواننا اللي هو أمير، قال له أستاذ إحنا حساباتنا ما جاي نعرفها، ميزانيتنا 800 مليون بالإضافة للواردات اللي تجينا مليار ومية أو مليار ومئتين مليون للسلة طبعا، وقاعة ما عندنا، وما عندنا قاعة. هسه هاي القاعة نقول بناء الانشاء البنى التحتية نقول للوزارة، مثل ما قامت بملاعب. فلوس وين دا تروح؟ أستاذ لا عندنا معسكرات، لا عندنا مدرب ونعرف عقده ايش قد، لا عندنا دوري الفئات العمرية، لا عندنا مدربين ودا يطورون من مستوياتهم محليين، وين دا تروح لعد هاي الفلوس استاذ؟ احسن استاذ نبيل، هسه انا اللي احكي خو الحق والباطل، هسه هاي الانجاز فرحني أكيد، وأنا أحسنت بس أريد أوصلك لها. فرحني، وفرحني من سمينا ثامر مصطفى بضغط، لأن كان ثامر مصطفى أوت
مع المدربين يا اخي ما يردون. اه والله سبب حلو خو السؤال، انا مملك على هالسؤال. المدرب المحلي اول امكانيه جيده ويعرف كل شيء ويكشفهم، يعرف هاي الفلوس وين تصرف وين تروح. هم ما يردونها هاي، يردونها مو بهمه. نعم اثبت لك، لانه عقد اللاعب الامريكي 12000 دولار لا مصدق من الاولمبيه ولا نعرف به. المدربين اللي راحوا واللي هم قصي واتلش قد خذوا ومنين وقعوهم ما حد يعرفه. ثق بالله اتصلت بأعضاء الاتحاد كلهم ما يعرفوها. فقلت لك من اجي عضو اتحاد يسئل يقول استاذ الميزانيه مالتنا خلينا نطرحها بالاجتماع نتناقش بيها بالاجتماع. ما يقبل اي بعدين بعدين بعدين، وكلهم يعرفون ما حد يعرف بي. زين اجى استاذ كاوه قال استاذ احنا ليش ما نسمي الرؤساء الوفود من يطلع ويا اي منتخب من اعضاء الاتحاد هسه؟ لا لا بعدين ما لكم علاقه. يشيل تليفون سكته وكانما من جيبه مطل ايفاد، وكانما هو متبنن عليك حتى يصير متفضل عليك. ترى انا وديك رئيس وفد، هذا حقي وواجبي اني، انا عضو اتحاد اروح رئيس وفد. زين بعد مشرفين المنتخبات استاذ سميهم سمى وتمت التسميه. زين انا على الشباب وسن على الناشئين كاو على الاول، العفو مهند على الاول كاو مشرف منتخبات. ثاني يوم ما عجب الشغل اللي انا حكيت وياه على التسميه مال المدربين، قلت له هذول غلط تسميتهم. راح اتفق خلف الكواليس اجى قال والله احنا المشرفين واحنا نسمي بكيفنا لان ما نريد عضو اتحاد مشرف، خلينا نوسع ونكثر. يا الله وسع شرب، خلى نفس المهند على المنتخب من العام للسنه. يمكن اقول لك هاي السفره العاشره الى وين المنتخب. بس هو قبل كان يخليك انه تسافر. انا ما اختلف، وكنا قلت لك مشرفين، بس من شافني وقفت على الصح وقمت اطلب تصحيح. انا استاذ قلت لك كنت انا يعتبروني الساعد الايمن اليه، بس من اصطدمت وياه على حقائق لمصلحه عامه مو مصلحه خاصه، ولا عندي نزعه بكرسي ولا وحتى لو ما ارشح ما يهمني، بس انا يهمني اتحادي، يهمني الناس اللي تحكي الرياضيين اللي ركنوهم من مدربين من حكام من مشرفين من لاعبين دوليين سابقين. القاعه عم الاتحاد قام ما حد يطبه، احكيك اياها صراحه وانا مسؤول عن كلامي. اي واحد يسال قاعد ما يطب الاتحاد. شنو السبب؟ هم يكهربون الجو، ما يخلون احد يطب، ما يطوه مجال، ما يسالوه. زين واي مدرب اي مساعد مدرب اي اداري اي لاعب يصرع على اي قضيه ثاني يوم عقوبه، ثالث يوم غرامه، وكانما احنا مركز دكتاتوريا. نعم واضحه، وفلوس جيب فلوس ماكو ما خليك تلعب. فيضطر النادي يدفع والمدرب يدفع واللاعب يدفع. هو بالعكس كان هاي من صوبه، شو الدوري القوي ينتج لك لاعب هسه اليوم هاي لاعبين نبارك لهم، وانا قلت لك من خلالك كيف نسوي لهم احسن من هذا المعسكر. هاي الفلوس اللي صرفتها على الثلاثه بثلاثه ملايين راح يبرر لك يقول لك والله صرفتها فلان محافظه وفلان محافظه مضيفه ما لها صحه، ثق بالله. زين لكن نروح فاصل ونرجع نكمل حلقة المشهد الرياضي. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا فاصل ومن ثم نكمل حلقة المشهد الرياضي. رجال الداخلية عيون ساهرة على راحة وأمن المواطن. برنامج العيون الساهرة برنامج أسبوعي يعنى بنشاطات وزارة الداخلية الأسبوعية ويعرض على شاشة قناة الديار الفضائية في الأوقات التالية. فقراء ضاعت حقوقهم وتبعثرت قضاياهم، وسنبحث بين أروقة القضاء عن حلول مبعثرة. سنكون عونا لمن ضاعت ملفاتهم، سنكشف كل ما هو بعيد عن أنظار القانون. ملفاتنا ساخنة، سنخرجها من العتمة إلى النور.
فدوة قلبك فدوة بصمة صوت حبيبة قلبي تويت باوي خاف كل شيء يصير هلا هلا الله الله ما ادري كنت شنو الموضوع صحيح مو؟ لا واخذت مني هذه الكارت مو؟ عافية نايم السعلو كان ابو الشربة اتذكر من فرفحته كنا نتمشى ودلنا عصاية قلت لي امشي اشرب الشربة زبيب على مديورة قلبك اكو يمه قهوة كنت قاعد بيها اشرب نارقيلة اريدك تكتب له قصيدة قصيدة لحبيبتك؟ ابعد الحب جبت لك دب هلا بدا اللعب هلا طلع لي قريحتك مو اكو قريحة تصعد وتنزل هيك تصعد البوط بعد فوق عافية رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفصل القصير لكن نكمل حلقة المشهد الرياضي بلفاتها الخطيرة كابتن نشاهد هاي الوصولات والمبالغ هذني شنو الوصولات شنو هاي المبالغ شنو هاي الملفات استاذ نبيل من قلت لك من صار خلاف بالاجتماع رحت سوي شكوى للأولمبية شكوى ضمن ثلاث محاور المحاور المخالفات الإدارية لجنة المدربين لجنة الحكام لأن لجنة الحكام أكثر الحكام يقولوا لي ترى هي مو يعني هو صح سوى انتخابات لكن أنت تعرف كل اللجان هي تتكون لو فردي لو ثلاثة لو خمسة لو بعد لو تسعة حتى القرارات تصير بالضد هو شكل لجنة اثنين وذول الاثنين هم لجنة اللجنة المشرفة على الحكام لجنة الحكام يسموها هم مشرفين يطلعون هم يطلعون مراقبين فيهم هم حكام دوليين وهاي مخالفة عندنا هواي حكام دوليين قاعدين أقدر أسميهم لجنة الحكام أو قلت له استاذ ما يصير قال ملك علاقة استاذ ما يصير ملك علاقة يعني الحكام لك علاقة المدربين لك علاقة استاذ ده أعرف أطلعت واحدة من اللعبات هو قاعد بكربلة شفت ثلاثة من عائلة واحدة يحاكمون أكو حكام قاعدين خطية وساكتين ببيوتهم زين الآن هاي البطولة بثلاثة بثلاثة أخذوا حكام وحكام قاعدين ناهينهم فهاي اللجنة من يروح يشتكي هم اثنين والاثنين هم بأمر رئيس الاتحاد فما يقدر لو ثلاثة لو اللجنة حيادية لو اللجنة مو من الحكام الدوليين ما عندنا مشكلة أنا شنو اعتراضي أصدقائي هم اللجنة مروان أو جواد ما عندي مشكلة وياهم لكن قلت هذا الحكم هذا تشكيلة خطأ ثلاثة قلت لها الثلاثة بالمية اللي انت اليوم استوفيتها من اللاعبين عندنا مصور قانوني بيها قال لي استاذ حصين موافق من الأولمبية قال لي سمع اعضاء اتحاد مركزي قال حش علينا هو بعد هو هذا الامين مالي يقول عندنا مصور قانوني عندنا موافقه استاذ هاي الفلوس انت تاخذها متاكد منها انت قال متاكد خوش استاذ هاي 3% ده تودعها بالأولمبية ياخذها بمين من اللاعبين من نسب عقودهم نسبة ياخذ من كل لاعب نسبة 3% 3% عنده صور تروح ل 3% احسنت هاي ال 3% يفترض هو يجمعها اذا كانت بها موافقات رسمية نعم ياخذها يودعها بالحساب مالنا بالاولمبية نعم لكن هي ما واصلة للاولمبية احسنت شلون عرفنا مواصلة احنا ما كنا نعرف بعد ما قلت لك قدمت الشكوى ممكن للاتحاد قدمت الشكوى للاولمبية قلت لهم اكو هيك وهيك وهيك فقرات قالوا استاذ علي صار احنا راح ندز لك شكلوا اللجان اللي هي هاي بيها المخالفات الاداريه والماليه والقانونيه فدزوا من اجينا هو استلم موسم احنا تعرف موسمنا تداخلي مستوى بستلم موسم 14 15 و15 16 16 17 و17 18 اربع مواسم استلم فالله سبحانه وتعالى مرات واحد ينطق شهرين ما يطب للاتحاد قال الاستاذ علي وهسه نكره ذاك الامور مع الاسف وحلف بالقران خلي بعد انا كاف كاف امام الرياضيين واعضاء الاتحاد يعرفون جيد والاولمبيه تعرف هاي الوصولات عندي شنو هي الوصولات؟ هسه راح اجيكي قال انا ما اطلب الاتحاد الا مهند يرجع الفلوس اللي ماخذها ببيته الا يروح يسلمها للاولمبيه لان هاي بها مسائل علينا على اساس ياخذ فلوس 300 او 400 400 مليون مع الموسمين شلون يصير هيك صار شيء خابرت تليفونيا وضغطت على مهند قلت استاذ حسين شهرين ما يطلب الاتحاد واعضاء الاتحاد يعرفون
علي طالب يعرف وامير يعرف وكاوي يعرف وامير خابرهم وعلي طالب خابرته وخاب حكى وياهم ورا شهر رجعنا الساد حسين. ايش تبين؟ تبين مو يريد يرجع الاولمبيه، تبين قال له الفلوس عندك وعدي وخالد نوزحن، نوزحن عندنا ببيوتنا، ليش تخليهن بس عندك؟ الظاهر ترى هو الظاهر مو حابين يودع الاولمبيه حتى يصير عنده اللي راح يوزعها راح يكون العلب ماله يصرفون بكيف لان مالهن محاسب مدقق وصرف فعلا. لعد وين دور اللجنه الاولمبيه؟ استاذ هنا جاي يجيك، رحت اللجنه الاولمبيه قدم طلبي، قدم الشكوتي، الناس مشكورين وفولي ما اريده، لكن ايش كان اكو التباس، اكو كان مو تضليل، خلينا نقول شلون التباس بالشكوى، التباس بالجهه اللي ودت لهذا. انا قلت الموسمين السابقين فهو سوى، قال 18 17 انا مسددها، فعلا هو مسددها، هاي شوك سددها بعد شكوتي بالاجتماع اعضاء الاتحاد المركزي كلهم قاعدين وشكوى موجوده وهي مصوره وبالاولمبيه موجوده وارده. 14 اشتكيت 2016 قلت لهم ما مدعوا ولا فلس بالاولمبيه، قالوا لا هو يتحملها وما لك علاقه. 21 10 وراي بكم يوم 17 راح ودع 104 مليون. وين ودعها؟ ودعها بالاولمبيه ورا شكوتي. 21 10 ايش وقت اشتكيت؟ اشتكيت 14 ودع دفعه منهن بموجب الكتاب 510 في 17 10 2016، ودع الكتاب الثاني في 16 10 2016 والكتاب الثالث 31 10 2016 وما وصل إيداع 171 مليون. فأنا أفتخر أنه رجعت فلوس الرياضيين، كانت هاي تحت تلعب ما حد يعرفها وين تروح وين مرجعهن. طبعا رجعوا راح ودعها للأولمبية لولا شكوتي 14 وأيها أصلا بها مخالفة من واحد ودعهن 21 على هاي الفترة. وين الفلوس؟ تعرف أنت الرقابة المالية اليوم أستلم منك وأعطيك وصل، كنا أنا ثاني يوم ودعهن أو بنفس اليوم ودعهن تمام بالرقابة الحسابية، فظل يمتمت. المهم بعد شكوتي هسه الثانيه استاذ ثبت الحمد لله انه الامين مالي مشكور استاذ سرمد ابو عبد الله منا اوجه له الشكر، قال لي استاذ احنا مع الحق لا وياك ولا وياك. قلت له هاي، قال لي شنو تريد؟ قلت له استاذ 2014 و2015 ما مدحن، دز على البنيه جاب الحسابات لقى 2014 ما مدحن ما له وجود بالاولمبيه. قال لي عاد نوصل؟ قلت له قل له سيلب 2015 ومدع 21 اللي مو هن 3% 2016 17 ومدحن، ما اقول لا انا اشتكيت على هذول الموسمين ال 14 وال 15. قال لي من يقول انت؟ قلت له تفضل استاذ 2014 20 8 2014 شوف ايش قد مستلم من هذا اللاعب، هاي جبت لك نماذج، هاي 20 8 شوف ايش قد مستلم من هذا اللاعب و750 ألف دينار، مليون و700 هاي 3 إلى 4 من لاعب واحد، لاعب الثاني أحسب أيضا مليونين و750 رحم الله والديك. هاي وصل قبض اتحاد العراقي لكرة السلة سجاد حسين نادي الكرخ، المبلغ أعلى وقدره فقط مليونين و750 ألف دينار. وهذا ثاني مصطفى، هاي نماذج طبعا كل الوصولات عندي مال اللاعبين بقية زين عيني. هاي بنسمهن بهذا التاريخ استاذ نبيل. نعم 20/8/2014 ليش بال 14 ماكو ما موجوده بالاولمبيه؟ ايش قد مبالغ المجموع مالهم؟ ايش قد تدري استاذ؟ بال 200 مليون خلصانه السنه اليوم 20/8 غير من تخلص السنه استاذ. لا انا بنستلم 20/8 غير اود الحين؟ لا اود الحين بال 14 انتهت ولا 15؟ آه تقصد هو استلم بهذا التاريخ؟ ايه ما موديه ما موداهن اصلا ما وداهن، ما لهن وجود بالامانات، ما لهن وجود، وال 15 نفس الشيء ما له وجود، ودع 21 بال 15 مال بدل اشتراكات مال الانديه او مال سوى دوره تحكيميه تدريبيه اخذ نسبه من اللاعبين او الهويات اللي هي الهويه المزوره العفو الهويه اللي ب 5000 محدده اولمبيه اخذ من المدربين مالته واللاعبين والحكام 25000 والاولمبيه دانته. قالت لها ما يصير مخالفه، شلون تاخذ 25؟ فعلا عليها قضيه القاء يعني قضائيه. انت سالني هنا اكو سؤال يخص هذا هسه نرجع على ذاك الشطر الساد، باوع كتاب الاولمبيه الساد كتاب صريح الموضوع استقطاع مبالغ، هو وجه لهم كتاب ايش قالوا له؟ اقرا
اتحاد العراقي المركز لكرة السلة استقطاع مبالغ. نود أن نعلمكم بعدم وجود أي نص قانوني ورد في قانون الاتحاد الرياضي رقم 16 لسنة 1986 يجيز للاتحاد استحصال مبالغ من عقود اللاعبين التي أبرمها مع الرياضي مع الاتحاد الرياضي مع الاتحاد، ولكن الاتحاد الحق باستحصال مبالغ اشتراك في المسابقات من الأندية. يعني حق لأنه هو ياخذ النسبة لثلاث ملايين من الأندية، بس الثلاثة بالمية من اللاعبين قال له ماكو مصوغ قانوني رجحن. ايش كاتب هك؟ يعاد اللاعبين. اقرأ التهميش. هاي الدكتور عادل فاضل ايه؟ الإدارة ايه؟ محافظة لا لتبليغ هك اقرأ كاس الإدارة ايه؟ شوي الإدارة مخاطبة اتحاد السلة لاسترجاع من كتاب الأولمبية معها مع كتاب الأولمبية معها لاسترجاع مبالغ اللاعبين. يعني هسه لاعبين اللي ما منهم فلوس كل يرجع لهم فلوسهم سنتها يرجعها لان ماكو مسوق قانوني. هسه اي لاعب منهم استاذ شوف راح يوجه لنا لها مشكلة. وقلت لك اتحاد اتحادي بس هو دكتاتور بقراراته. هاي هسه يعني الا اي لاعب هسه يقيم دعوة كل مبالغ ياخذها واذا ما له ممكن يوقف اتحاد السلة طبعا لان هذا مخالف للتعليمات والاولمبية. تقول له انت سويت لي كتاب انا مو مرجعك الاولمبية قلت لك ما يجوز هاي مخالفة رجع الفلوس. فهو مش على مخالفتها صار 4 سنين. فاللاعبين هسه يسمعوني مكيفين لانه هاي حقوقهم 4 سنوات منظوماتهم كل واحد 10 ملايين 8 ملايين هسه اذا يقيم اي دعوة بالمحكمة ياخذ حقه لانه الاولمبيا هذا كتاب عادل فاضل من اللاعبين دعوه حاليا ما يعرفون الناس. انا استونا حصلت على هذا الكتاب يعني هاي حتى لك لاول مره حصريا انا ما طالع باي شيء هذا حصريا استونا حصلت ما هي ما نعم ما حد اقرا تاريخ منين الامين العام عادل فاضل يعني بسنه اللي استقطع قال لهم رجعوها زين. هاي عنده مخالفات استاذ هاي مخالفه من مخالفات هاي وحده من المخالفات مخالفة اللاعب الامريكي اللي سوى عقد ب 12000 دولار والاولمبية قالت خليجي يوقع مال قلوي ما وقع ولا اجي لان قلوي بقى بالخارج ما وصل للعراق ولا دخل. وبكتها قامت القيامة انا طرحتها انه شلون زور للجواز وشلون كذا وحكيتها باحد الفضائيات والان موجودة عليه شكوى ايضا بهذا الموضوع. فانا استاذ من خلال الديار اناشد الكابتن رعد حمودي والإخوان بالمكتب التنفيذي مشكورين هم متعاونين مع الكل على الحق لا إلي ولا إله ولكن هاي خدمة الرياضيين. فإحنا الأولمبية إذا ما صير بصراحة قوية وتضرب الفاسد حتى الاتحادات بقية تصير ردع. وقال لكم أنا هساي من اللي نباشر أي واحد بالاتحاد يقول لي معود لا تعب روحك ولا تشتكي خلينا نكون قوية واشو الحقائق. صح سويتوا لي شكوى وديت ولكن ماكو نتيجة. وهاي أدلة عندي ليش تخلوني اروح احضان اخرى وهاي الاحضان الاخرى تعرفها انت وغيرك اذا رحت لغير جهات واحتضنتني وراح اعطيها الادله وراح يثبتوها ويقصروه ويحاسبوه راح تعاتبوني تقولوا لي يا استاذ علي احنا مظلتك. نعم انتم مظلتي وجيتكم وانا اترككم والرجل المشاور القانوني دعاوي يمه ورفع لياهين زين والكابتن نفس الشيء واجهته قلت له كابتن ترى هذا خطر على الرياضه وعلى الرياضيين. اتحادات اخرى هواي يجوز بعض الاتحادات عندها ايش خروقات قال لك يا معود هو بس انت زين انت ليش تلجأ للاعلام. عمي والله لجأت الاعلام من اليت عندي دعاوى اثنين علي بالمحكمه وعلى النزاهه ولحد الان ما طالع منهن شيء. شنو السبب برايك؟ انا اشك اكو انه هو عنده علاقات وده ينسق بس مع احترامي انه النزاهه ناس صح نزيهين ونظيفين وكذلك المحكمه لكن مدى تجيها المصوغ القانوني. فأنا هل خلال هذا إني إذا ما راح أسوي بصراحة أحكي لك أكو عندي غير طرق بعد راح ألجأ لغير طرق إن شاء الله طرق قانونية أخرى. لكن أكو بعد ملفات أخطر ربما قصة قاذفات الكرات اللي سافر بيها الأستاذ حسين العميدي والأمين السر خالد نجم الأمريكي. أنا هاي حكيتها بصراحة أستاذ حكيت لك إياها حكيتها بأحد الفضائيات. نحن نريد تتحدث عنها أحسنها لك كلام وأنا حتى خاف تقول يعني خاف تقول يعني ما قايل. أصلا أنا عضو اتحاد مركزي ثق بالله العظيم ويا أعضاء اتحاد مركزي ما ندري أكو قاذفات ولا ندري مشتري. أنا مشرف منتخب الناشئين والشباب ومدربيني اسألهم وجه لهم السؤال اللي هو عقيل كابتن عقيل هسه مدرب نفط الجنوب تحياتي له وكابتن باسم مدرب نادي الحي وعباس نعيم ابو السماوه
احنا معسكرين ست شهور واحتلينا اول على غرب اسيا زين، وموسم دخل على الموسم الثاني يعني سنتين احنا معاصرين. ما فد يوم قال هاكم هاي قاذف كرات مرنوبين اللاعبين، وهذا واجبهم. طلع عن القاذف كرات جايبيهن وضاميهن وبعدين حتى بيهن ضرر، لان هذا تعرف مطور، فمن تركنا بالمخزن يعطى يستهلك، اذا شنو فايده حتى لا نعرف ولا ندري بيهم ورا فتره من ثرتها. زين ايش قد المبالغ هذا اللي اشتروا بيهن؟ انا ممنون من احد الاخوان اللي وصل له المعلومه، قلت لك احنا كنا ما ندري بيهن، هاي مشترينهن وفلوسهن مو منه، من اللجنه الاولمبيه، واللجنه الاولمبيه وقلت لك بتعاونوا وياه، وفرت له كل شيء شو يريد، قال لهم ب 10000 دولار قاذف، هو سعره 6000 او اقل. زين حصلوا هسه ما اعرف حصلوا الفلوس دي، انا ما متورجهن، لكن اعرف حصلوا السفره الامريكي على حساب الرجل اللي سوى له الدعوه. زين فذني من راحوا اخذوا فلوس من الاولمبيه، اجتهم دعوه وراحوا اثنينهم الامريكا، احنا ما نعرف ها، قال والله احنا رايحين نسوي مال البحث مالنا وكذا بامريكا، واحنا اعضاء اتحاد ما نعرف وياهم. زين طلع ثاني انهم دعوه من هذا الرجل اللي دز عليهم وراحوا للامريكا، وما خفي اعظم لانه كانت. ليش اغلب الاجتماعات اللي تصير بصراحه وتقر يغيب عدد كبير من الاعضاء من ضمنهم انت؟ اولا هو هاي سؤال حلو وجيه، ما يغيب عدد كبير من الاعضاء، تعرف احنا اربع اعضاء او خمسه، انا وعلي طالب وامير وكاوا اربع اعضاء من المحافظات، فمرات يسوي بس اجتماعات لاهل بغداد يعني اعضاء الاتحاد ببغداد، وكنا نتناقش يهيئوهن شكو شغلات بسيطه هنا يمشوها، الباقي تترك بالاجتماع الاخير. بالاخير هو عنده شيء عقده من واحد يتحفظ او يعارض على قرار، عنده عقده نفسيه من هالشيء، يريد يكون الكل موافق. اما انت تعترض على قضيه هاي ما يصير. يعني وحده احكي لك اياها يعني ويسمعني استاذ كاوا وكلهم، صار خلاف بينه وبين كاوا النائب باللي جاب لنا وإفاد الطانه واجتماع وجيب وودي حتى نفصل كاوا، هاي مخالفه حتى لو كانت اساءه شخصيه. قال لي شلون؟ قلت له استاذ انت بالقانون تشكل لجنه من الاتحاد، ومن يقول هذا الرجل هو راسلها بموبايله؟ تشكل لجنه قانونيه ونحيله من اللجنه نحلها الاولمبيه والاولمبيه شو تقرر. قال لا راح يطلعون هذا الحكي وهذا الحكي ما يخدمني، لان اكو فد اساءه شخصيه بيناتهم. وعليه الوحيد انا عارضت. شلون تعارض؟ كلها يكون لازم موافق. شلون تعارض على المدربين؟ شلون تعارض على الحكام؟ شلون تعارض على الفلوس؟ شلون تعارض على المشرفين؟ زين هاي ما ترهم. فانت يا اما رجل وانت خبتك هاي الناس والمحافظات، وقلت لك لاعب. هو من عام 1999 هو بالاتحاد العراقي. نعم. وانت دخلت عام 2007. نعم. تواجدت 2005. ومن 2003 رئيس اتحاد فرعي. ب 2003 رئيس اتحاد الفرعي. شنو اللي تغير بالسله العراقيه؟ ما قلت لك احنا من بدا، هو من بدا قام العدد. وين الرياضيين القدامى؟ مهمشهم. ساد ما يخلي واحد دورهم، ليش ما يطلعون؟ شيء يطلعون؟ لا 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 دي يطلعون هسه. انا مطلع هذا علي خان الرجل، هذا عامر طالب، هذا عباس خضير، هذا حمزه، هذا محمد النجار، هذا وبعدين مستعمل في السياسه. سياسه الترغيب والترهيب. يعني راح اوصل لك، راح اوصل لك. الترغيب تعال معاي اعطيك سفره، تعال تحكي علي اعاقبك، عاقب اربع مدربين عندنا ما قالوا شيء، اعترضوا على شغلات بسيطه ايش يتعاقبوا هو ما عنده يعني خطا إيه؟ ليش ما يطلع يحكي؟ اكثرهم مصدر عيشتهم، فبس يحكي مره ثانيه ينهي ويا ما نهى منهم. هسه الولد هذا ستار هاشم ليها سنه هاي سنتين ما قال شيء يا اخي، ما حشف الشيء. شوف العالم اليوم من يقود السله العراقيه شخص دكتاتور. طبعا انا وياك واكد لك بالعشره وانا حاكيها له وقايل له. زين اما الترهيب اللي قلت لي عليه، دكتور سلوان تعرفه استاذ اكاديمي مدرب منتخب وطني مال السيدات، رجل طلع بال نزل منشور، ومنشور محتفظين بكلهم، فالمنشور ما قال بيشي، قال هاي النسبة تاخذوها 3% يفترض تصرف على الناشئين، على الشباب، على الفئات العمرية، تدعم الاتحادات. هاي خو جيدة هاي تأكيد. شلون نزل هذا المنشور من خلال المنشور؟ شلون؟ شنو السؤال؟ هاي بعد ما صرف لهذا الحكي، دزله ناس يا استاذ ويسمعني دكتور سلوان، يا ريت تتصل بي ويأكد لك. خاف تقول هذا دز ده ناس جواب بيته، شلون اطلع هيك منشور؟ قلت وش لكم علاقه بوي؟ لا مو هذا المنشور ناس دز له هددت. طبعا تهديد. ليش اقول لك ترغيب وترهيب؟
وراها سر هو ومهند لبنان. اجى واحد ملثب مطار دبر ورمانه فجر بيت سلوان. تفجير استاذ. هذا كلام طبعا كلام خطير. وسلوان الرجال عنده ماده اربع رهاب هسه قايمه بدعوه وهم يدرون. زين هو عنده دليل انه هو فعلا استاذ حسين العميد؟ ما عنده غير ذولا هم اللي جوه مو هو، لان ماكو واحد وراه. هو نزل هذا المنشور وجوه ذولا الاثنين. تعال شلون تنزل هيج منشور؟ قال اليوم من خلال منشوره نزله بصفحته اتهدد. لانه جوه هددوه وقال لهم شنو علاقتكم انتم بالموضوع؟ انتم شو لكم علاقه؟ انتم لكم دخل؟ قال ها مو المنشور هذا يخصنا يحكي عسى انتم شو لكم علاقه؟ قال لهم بالسلة. قال لهم تفضل يلا طلعوا من البيت. قالوا سهله احنا لك ناخذه نجيبه نوديه وجاينا فد زي كذا. وراها فتره راح لبنان وراح صاحبه وراه حتى من يضربون الاخ حتى تضيع الجريمه. فمبينه ما تقبل غلط انت. هسه انا ذا عندي خلاف ويا شخص عندنا بالعشائر هسه طبعا. مو قلت لك ترغيب وتهديد يا استاذ؟ وتصل الدكتور سلوان وشوف شو يقول لك. زين فاللي يضربها هي الشبهات هاي. انا ما راح اقول لك هو شخص يعني هم، بس هي وراها ماكو غير هاي. لانه سلوان ما عنده كلها محبوب ولا عنده مشكله. فاتصل الرجال قال استاذ ترى انا ما عندي كل مشكله. زين الاشخاص اللي جابوا هذول احنا من طرف يعرفهم وتحفظا للبرنامج لانه قايم عليهم دعوه اربع ارهاب ويلاحقوهم قضائيا. وبس يقضوهم راح تنكشف كل شيء الاوراق ويعرفون من يدافعهم. وكل الرياضيين عندهم صوره وكلها تعرف. والكل ساكته. ساكته مو قلت لك ترغيب وترهيب يا صاحب. هاي سياسه يستعملها. باقين وياك لكن نروح فاصل. مشاهدينا الكرام بصراحه لا نعرف رياضتنا الى اين تصل الان، لكن فاصل وبعد الفاصل نكمل حلقه المشهد الرياضي. مشاكل المجتمع العراقي صارت عديدة، ولهذا تحول حلم المواطن العراقي إلى سراب، وازدادت معاناة المواطن بالدراسة والطب والواقع السياسي والخدمات وظواهر اجتماعية عدة. كل هذا راح نسلط الضوء عليه ببرنامجكم على المكشوف. انت من تطلع من بلدك اساسا بدت الصعوبه عندك. يعرفون قيمتك الفنيه، مكانك الفني، ومن بعد ذلك يصير التعاملات. صعبه تشتري شغلانه مثلا بنايت كلاب يعني عملها ليلي، فاشتغلنا بمطاعم لسه تكون شغلانه وما اجد مكان. انت لازم تشتغل حتى تعيش، حتى تسجل، حتى تصور. انا اللي خلاني اسكت وانت تطلع برا تلقى نفس الاغنيه عربي هو بغير مكان. شلون صارت الثوره مثلا مال اللي صارت مال الرؤساء مال الدول العربيه اللي تغيروا؟ تصير ثوره بالغناء يغيرون الموضوع. شلون غيرون المطربين؟ غيرون المطربين، غيرون الملحنين. انا انطردت من الباب مرتين بدون ما يسمعوا الاغنيه. الاغنيه اللي دت تنزل حتى لو دت تشتري وتصير قويه دت تنسي. انه اني شنو ذنبي الله بلاني بسبع بنات؟ انه انت تجي تغتصب فد مرحله من حياتي وتعدي لي اياها غصبا ما علي، على اي اساس؟ اما امها على مود متخلفه مثل امي، انا تزوجت ورفضت حلمي ودراستي وطفولتي على مود مجتمع اخاف من المجتمع، اخاف من العالم ما يروح، اخاف لا يروح احد يسمع. ما اغفر لها الام. جانا وياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الكلام الخطير، ربما هذه الامور الخطره اللي وصلت رياضتنا اعتقد الى الهاويه. وانا يعني اتحمل هذا الكلام اذا فعلا هذه الدلائل وهذه الحقائق
واليوم المدرب اللي يكتب او ينشر او يتحدث بالحقيقه يهدد و بصراحه. لكن كابتن يعني اليوم المشكله مو شخصيه؟ لا لا كل شخصيه ما بيها، شنو شخصيتي انا بالعكس. زين اليوم المشكله مع مهند مع حسين العميدي مشكله شخصية؟ لا لا ماكو شخصية، مع عمل الاتحاد، تصور انا عضو اتحاد مركزي. أم مشكلتك فقط على عمل العمل وآلية العمل. راح اقول لك هسه وهاي المحاضر الاجتماعات ما يبلغني بالاجتماع. انا عضو اتحاد قائم. ما يبلغني بالبطولات. ورحت اشتكيت بالاولمبيا والرجال حيدر الجبيل اللي امين عام مشكور خابره قال له ما يصير. وين وصلت قضيتك بالاولمبيا؟ والله بعد الشكوى شكوتي موجودة ان شاء الله، وان شاء الله عن قريب ستسمع اخبار مسره ان شاء الله. ولازم تكون هاي الاخبار، وهي هاي من خلال فضائيتك والفضائيات الاخرى اللي دعمتنا، وانا قلت لك توصلت الرابعه حتى توصلون صوتنا للناس المسؤولين حتى يوقف كل من الحد الساد. اكو قضايا هواي. زين انتم اليوم تريدون شنو؟ احنا شنو نريد؟ نريد اصلاح، ما عندنا غير اصلاح. وانا اقول لك مع التغيير خلينا نغير، اما هو يسوي له هسه عامه بعد كل القدامى والمدربين واللاعبين والكفاءات والدكاترة ما يوصلون يدخلون الاتحاد. طبعا اذا هو اللاعب 92 طبعا ما يرجع فلوس. لا على العام هسه هذا بعد ما حد يفوز. زين هو مسوي 92 نادي هسه بس وبيوم الرياضيين القدامى ما يدير لهم بال. طبعا زين استاذي العزيز اكو هواي قضايا. يعني انا قلت لك من اللي يطب الفساد عندي ادله كثيره. منها رحم الله والديك الاخ تحياتي لعباس صير كان امين مالي سابق، اكتشف حاله واللي هو مشكور الرجل وقف. كان امين السر هو عضو غرب اسيا امين مالي، كان من يسافر على غرب اسيا ياخذ التذكره والايفاد من غرب اسيا ويجيب لنا اهل ياخذ من الاتحاد. احنا شو معرفنا انه كل من ضليع في عمله. فالرجل عباس صير كشف هاي الحالات راح قدم به لله. قال الصالح سيها ما يصير، هاي مخالفة وبعلمه طبعا. يلا وقفن سنين ياخذ من عندنا تذكرة الطيارة وياخذ من غرب آسيا، وهاي مخالفة كبرى. بعد الاتحاد الآسيوي يودينا هدايا عينية، يعني كرات، يعني يقول اشتروا بهن أو تجهيز هاي الأربعة وعشرين ثانية الساعات اللي هذا ذني ما لهن وجود دخلن بالأولمبية ولا نعرفن وين وشن هن. زين هاي وين هن غير الاولمبيه موجوده حتى يابا؟ انا هاي جاني من الاتحاد الاسيوي دعم لنا. شنو جاني؟ جاني كذا ساعه، كذا اربع، كذا كره، كذا تجهيزات، كذا مبلغ، ما نعرفه. زين وايضا قلت لك اكو طامه كبرى هي اللي التجهيزات اللي اشتراها للاتحادات الفرعيه وكانت ستوك، وانا نسيت اجيب لك اياها واراويها. كنت اريد اراويها لخالد دجي من يقول ما يعرفون يشترون الكرات، انا اشتري لهم. لا الانديه كلهم كفاءات وكلهم خبره وكل شيء يعرفون. ستوكات ب 30 الف دولار اشتراهن طهن الاولمبيه ما يسوونهن، مو 100 دولار ما يسوون، موجودات لو جايبين انا ان شاء الله على الحلقه قد اجيب لك اياها. ادزهن وانا حاضر. دزناهن نعرضهن. وهاي بها احتراض الاخ نعمة عبد السالم من البغي رئيس اتحاد فرعي كتب الجريده بالملاعب، قال الوحيد استاذ علي رسن احتراض من ذاك الوقت قبل هاي سنتين، يعني حتى لا يقولون انه هسه 11. فعلا اكو محكمه على حسين عميدي؟ والله احنا قايمين دعوه بالمحكمه والدعوه ان شاء الله ماشيه، وان شاء الله قلت لك ما يصح الا صحيح. ما تريد توصلون؟ والله نوصل للتغيير ونوصل للتصحيح، واحنا نريد نهتم بسلتنا وبواقعنا. احنا همنا تطوير، همنا شلون نواكب الان العالم، شلون نحفظ فلوس ناسنا. هاي الفلوس اللي لاعبيننا جاي يضحون ويتعبون واحنا حريصين عليها نوديها بغير ابواب، وهم نحرمهم من معسكر زين، نحرمهم من ايفاز زين. قلت لك منتخب شباب وناشئين ما وداهم معسكر وغطيه من هم من هاب القاعه، وهاي الملايين اللي تصرف زين. ليش بنشاهد دوري الفتره العمريه؟ مو قلت لك استاذ هو شنو دوريه؟ سوى راح مال غرب اسيا خلصهم اثنين ناشئين شباب، اجى الحقول يخلصون من الاعلام وخلصون من الانديه، سووا دوري مال مناطق، راح المحافظتين اشتركوا، اجى سوى نهائيات مالتهم انتهى الدوري. ليش؟ لانه عده اسباب، وهذا التخطيط نقول عليه خطا. كنا مع العلم كنا في السابق في النشاط حلو، المحافظه الوحده يشتركن بها خمسه ست انديه تاهل واحد، نروح للمنطقه الجنوبيه خمس
أندية يجن محافظتي وكذلك الفرات أربعة وكذلك المنطقة الغربية خمسة يشتركون، يصعد واحد من كل منطقة. ليش؟ بخلين حوافز. شنو هي الحوافز؟ خلينا جائزة آخر خمس فرق اللي صعدن للنهايات في العراق 10 ملايين. شلون موزعيها؟ الأول 3 ملايين، الثاني 2.5، الثالث 1,000,000 ين، الرابع 1,500,000، الخامس 1,000,000. هن ما لهم قيمة طبعا، لكن فت حافز لهم. بعد نعطيهم كرات، بعد نعطيهم تجهيز، بعد قلنا الفريق الأول والثاني اللي يحتل المركز الأول والثاني راح نسمي منه مدرب ومساعد. طيب عذره بهاي الجاية قال يا بي هذول اللي يجون مدربين مساعدين مال الفئات العمرية انجليزيتهم قليلة واحنا نتعامل مع الخارج. نعم استاذ، خلي هيد كوتش من اللي يتكلمون انجليزي من المدربين الكفاءات. وفعلا صح، مثلا خلي محمد النجار او عامر طالب او فكرة او حمزة او ثامر، وخلي دول الاثنين مساعدين اليه. انت هم راح تهيئ مدرب وراح يصير اكفد نشاط مستقبلي، راح يصير تنافس بين المحافظات. تعرفوا ابو الناصر يمني يدق ابو البصره ابو العماره ابو السماء ابو البصره ويدق ويهيئ لك لاعبين وتسحبهم للمنتخب. وتشرف من كنت مشرف على الفئات العمريه ب 2005 2007 مكانك كنت زوير؟ والله استاذ اكو ما انكر هي موجود، انا ما انكر صراحه صريحه انا وياك. هو حكاها بالمسار قال كنا نزور، هو حكاها مواني اللي حكيته، لكن هو من قال كنا نزور وقضينا على التزوير صار سنتين، لذلك ما احتلينا النتائج. طيب شلون راح تديهم المنتخب؟ قال راح نسوي معسكرات ونقيمهم. شو نسوي معسكرات؟ لا وين هم؟ يا ريت يا ريت خلصوا بطولتهم راحوا تحكوا لاهاليتهم، ولا سال عليهم ولا قال شنو نتائجهم ولا ودع على مدربيهم ولا ودع على مساعد المدرب تعال اقعد وياي. ليش اليوم تهميشك كودك ما كنت لاعب كره السله؟ ليش مو لاعب؟ انا لاعب محافظتي ولاعب بنادي بس ما لاعب منتخب وطني، هذا مو دليل. وبعدين اعطيك رؤساء الاتحادات اللي اشتغلوا عندي او بالخارج. يعني هسه اليوم رئيس الاتحاد الاسيوي شيخ سعود بن علي رئيس الاتحاد الاسيوي وكان لاعب منتخب وطني اكيد. لا او بلاتر كان رئيس اتحاد القدم لاعب، مو هذا القياس استاذ. وكان رئيس اتحادي اللي ندانا والله يرحمه من هاليوم واشتغلت معاه هذا الشخصيه الفذه النظيفه اللي كان محافظ على فلوس العراق اللي هو الحاج علي الصفار كان لاعب كره سله، او مهدي نجم دكتور مهدي نجم ما كان لاعب. رسالتك الاخيره للجمهور، رسالتي للمعنيين، رسالتي للمعنيين واخواني كل اللاعبين القدامى والمدربين والحكام والاتحادات الفرعيه بما تهمشتوا وبما ركلتوا ان شاء الله ما يصح الا صحيح، واريد تضافر جهودكم وتوقفون بحزم وتشدون ايديكم وترجعون سلتكم الى ماضيكم الثمانينات والسبعينات وتستلمون وتبوؤون مراكزكم. الاتحاد باقي والاشخاص مزالين بما فيهم اني، احنا مزالون يجون غيرنا. رئيس اتحاد كان اشتغلت وياه علي الصفار ومهدي نجم وفوزي عسكر، ولكن الرابع هو اللي هو حسين العميدي، لكن انه الاشخاص مزاله والاتحاد باقي. حتى كل من يذكر تاريخه كل من راح نصنفه بتاريخه ان شاء الله. فارجو من اخواني ان يهتمون ويتحركون ويسعون لغرض التغيير والاصلاح، لا غرض غير شيء. احنا همنا تصليح اصلاح وتغيير. اشكرك، ممنون لك كسان. انا اشكرك واشكر المشهد الرياضي واشكر الديار اللي صاحبه الحظوة بنقل كلمتنا وتوصيلها للمسؤولين. هذا واجبنا اكيد. مشاهدينا الكرام صراحه هذا ما نطمح اليه، اليوم من يتواجد عندنا ضيف يجب ان نسلط الضوء على امور مهمه ربما احداث خاطره. هاي الاحداث اللي سلطنا الاضواء عليها ربما راح تنقل بحذافيرها بكاملها الى المعنيين الى اللجنه الاولمبيه. هذه الاوراق هذه الوصولات بنفسي راح اخذها واني اللي راح اوصلها للاشخاص المعنيين. اكيد الكل يعرف انه قناه الديار وبرنامج المشهد الرياضي لم يخشى اي تهديد اي شيء، لان احنا اليوم صوت الجمهور. رساله هاي من برنامج المشهد الرياضي. شكر موصول. ممكن ثواني استاذ نبيل؟ تفضل. بس ثواني واحده اوضح للجمهور والمخالفات القانونيه اللي يجيبها بالانتخابات. الامين المالي اللي هو دكتور مهند العاني مهند عبد الستار اجى بانتخابات الاتحاد المركزي عن طريق ترشيح نادي راوه اعانه او راوه من الرمادي، اعتقد نادي اعانه موجوده بالانتخابات واسمه موجود. خوش من صار عضو الاتحاد المركزي شكله اتحاد بغداد صار رئيس اتحاد بغداد. كيف طبعا الاتحاد انت جيت على النادي عانه
شلون انت الان رئيس اتحاد فرع بغداد؟ اذا مخالفه كبيره هاي. ربما هاي هم نقطه مهمه المخالفات، لكن مشاهدينا الكرام هذا ما يسمح به وقت البرنامج. شكر موصول لكل متابعي ومشاهدي قناه الجيار الفضائيه وكادر العمل. هذا انا نبيل طارق في الاعداد والتقديم، تقبلوا تحياتي والى اللقاء.